Hello everybody, how are you? I hope you are fine. الكثير يسألني يا أستاذ انصحني، تعبت في تعلم اللغة الإنجليزية، مش عارف كيف أعمل معها، أتعبتني، أنهكتني هذه اللغة الإنجليزية، درست في معاهد، درست على اليوتيوب، درست كتب، اشتريت كتب، حاولت أن أتعامل مع اللغة الإنجليزية. أريد منك نصيحة، كثير ما تتكرر هذه أو هذا الطلب في التعليقات على قناتي وكثير من الناس الذين أقابلهم. ركز معي، الموضوع بسيط جدا، إذا اتبعت الكلام الذي سأقول لك اليوم أضمن لك بإذن الله تعالى أنك ستتعلم اللغة الإنجليزية، بل وستتقنها إن شاء الله، لأنه هناك ناس أخبرتهم بهذه المعلومات واستفادوا منها جدا وأصبحوا يتعلموا اللغة الإنجليزية بسهولة، بل وصلوا إلى مراحل أن يعني يدرسوا اللغة الإنجليزية في معاهد ومدارس. كل ما أريد منك أن تركز معي فقط وحاول أن تفهم وتستوعب كلامي. أول نقطة، انسى كل ما تعلمته وما سمعته ومن نصائح ومن معلومات لأنها هي التي مشوشة عليك الآن. فإذا أردت أن تبدأ مع الأستاذ مراد معي أو مع أي أحد، المعلومات السابقة عندك بتشوش عليك لأنه أحد قال لك هذه المعلومة فدرستها بشكل مختلف، أو أحدهم خوفك، أو واحد قال لك كلام، أو فكل هذا سيشوش عليك. اترك وانسى كل شيء واعمل كأنك تأخذ نفس عميق وتبدأ من جديد. أبدأ من جديد من أين؟ ابدأ حتى من الحروف. أنا أعرف الحروف، معلش ابدأ منها ولو بشكل سريع. أنا متقنها للحروف، ابدأها، شاهد الحروف وحاول تتقن، انك انت تأكد ممكن توجد حروف لا تعرفها مثل الـ S, H, C, H, L, P, H, الـ G, H، يعني احتمال ما تعرف ان الـ G, H هذا لا ينطق وينطق فاء في آخر الكلمة. لا تعرف مثلا انه هناك مثلا شن وعندنا ما يسمى جين، في أشياء كثيرة يمكن ما تعرفها أنت، معلش راجع من البداية عشان تطمن نفسك انك انت ما فيش حاجة فاتتك. النقطة الثانية، تدرج في التعلم خطوة خطوة ولا تحاول القفز والتنقل، يعني لا تنتقل إلى مستوى إلا وأنت متقن للمستوى الأول. تدرج، يعني ابدأ كما أخبرتك من البداية ولا تنتقل للمستوى الذي يليه أو المرحلة التالية ما لم تتقن المرحلة ذو. النقطة الثالثة، ادرس جميع مهارات اللغة الإنجليزية من تحدث وكتابة واستماع وكلمات ونطق وقواعد وقراءة. لا تركز على مهارة وتترك الآخر، لأنه كل مهارة بتدعم الأخرى. أربعة، لا تحفظ كلمات، احفظ جمل وأسئلة شائعة. عندما تحفظ الكلمات تنساها ولا تستطيع أن تركبها في جملة ولا تستطيع أن تستخدمها في أسئلة، لأنه هذا يتطلب منك مستويات متقدمة. لكن أنت في البداية تريد أن تتحدث اللغة الإنجليزية، تسأل فيسألك الناس تجيبهم، فاحفظ الأسئلة كما هي واحفظ الجمل الشائعة والأسئلة كما هي. يعني احفظ سؤال مثلا Where do you live كما هو، لا تحاول أن تعرف معنى مثلا Where فقط ودو ويو وليف، لا خلاص أنا أحفظ Where do you live، أين تعيش كما هو Where do you live. أنت تسأل What's your favorite مثلا sport، ما هي رياضتك المفضلة؟ What's your hobby، ما هي هوايتك؟ What's، وعلى هذا الحال يعني حاول انك انت تحفظ جمل كما هي، good morning، have a nice day، have a nice weekend، واستخدمها، هذا افضل من ان تحفظ كلمة كلمة. استخدم العبارات والجمل والأسئلة أول بأول بأي شكل من الأشكال حتى تترسخ، مش انت حفظتهم وحط أسئلة وخدت مجموعة، استخدم، لا تحاول انك تتوقف، استخدم كل ما تأخذ استخدمه. يا أستاذ أنا لو جد لدي شخص حتى بالواتساب، عندك شخص تعرف انه بيتكلم انجليزي، ارسله هاي هاو ار يو، حاجات بسيطة يا أخي، good morning في المساء، good afternoon، good evening، حاب تقول تصبح على خير، Good night، تريد أن تتمنى له يوم جميل، Have a nice day، تتمنى له في نهاية الأسبوع إجازة سعيدة، Have a nice weekend، Okay see you tomorrow، يعني جمل قصيرة. تريد أن تسأله أين أنت، Where are you now، Where are you، أين أنت، تضيف كلمة مثلا now، Where are you now، أين أنت الآن،
What are you doing? What are you doing? ماذا تفعل؟ Where is Tom? Where is your brother? استخدم الأسئلة والجمل البسيطة. لا تتعب نفسك. النصيحة السادسة: لا تتعب نفسك في القواعد المتقدمة. القواعد المتقدمة أنت لست في حاجة إليها ولا تحاول أن تبحث عنها. ركز على القواعد المبتدئة والمتوسطة كفاية جدا. النصيحة السابعة: لا تقلق من الأخطاء، فالجميع يخطئ، حتى أنا، حتى الأمريكان، حتى البروفيسورات اللي بيدرسوا لغة إنجليزية في الجامعة بيغلطوا، الكمال لله. لا تقلق من الأخطاء وتورط، يعني تجعلها عائق كل ما تريد أن تتحدث الإنجليزية تتوقف خايف أن تقع في الخطأ. صدقني، وأنا كمدرس لي فترة طويلة جدا أتحدث مع أمريكيين وأجد أخطاء في لغتهم ويعترفون، يقولوا أنت قلت كذا، يقول نعم نحن لا نتبع القواعد، هي قواعديا خطأ، بس نحن بنتكلم زي ما أنت في اللغة العربية بتتكلموا كعرب لغة عربية، بس ما بتتبعوا كل القواعد العربية. فقولوا لا، مش كلنا، بالعكس كله كلام مخنبص. فبيقول لي احنا نفس الكلام، بس طبعا هم لا، لغتهم الإنجليزية الأغلب الخنبصة فيها خفيفة، احنا اللغة العربية باللغة العامية تبعنا خبطنا الدنيا. يعني لا تقلق من النطق. النصيحة الثامنة: لا تقلق من النطق، فهناك نطق مختلف ولهجات مختلفة جدا. فلا تقول مثلا أنا سمعت المدرس الفلاني نطقه مختلف عن المدرس الفلاني، أو يبدو أن أنا نطقتها بشكل مختلف لأن سمعتها في الفيلم نطقها بشكل مختلف، والله أنا تعبت في اللغة الإنجليزية. النطق هذا لا يتعبك، المشكلة النطق هذه كانت يعني وهم زرعوا العرب بالذات عندهم في دماغهم أنه نطقنا غلط، العرب دائما نطقهم مخرب. ما فيش أكثر من الصينيين والهنود والأفارقة اللي ضربوا اللغة الإنجليزية، إحنا العرب لغتنا أفضل من هؤلاء، أفضل من الصيني، أفضل من الهندي، أفضل من الأفريقي. نحن كعرب نتحدث اللغة الإنجليزية ومخارج الحروف عندنا قوية جدا، أفضل منهم. تجد الصيني يتكلم بشكل مخارج الحروف عنده متعبة جدا، الهندي الأفارقة زاس وزود، يعني متعب. إحنا العرب أفضل بكثير، فلا تتوقع إنه لغتك أو نطقك تعبان. النقطة التاسعة: لا، ضع جدول لنفسك، ضع جدول لنفسك والتزم به وتأكد من تطور جميع المهارات. لا تفرح فقط إنك طورت مثلا التحدث، تأكد الكلمات عندك زادت ولا هيبقى عندك التحدث كما هو. تأكد إنه الجمل والأسئلة عندك زادت، تأكد إن أنت تستطيع أن تقرأ، يعطيك قطعة وتقرأ فيها، تأكد أنك أنت تتمرن على الاستماع فبتسمع وبتتحسن الاستماع عندك، تأكد من أنك أنت بتنطق أيضا الكلمة صحيح. احنا قلنا لا تهتم باللهجات، لكن تأكد أن نطقك ينطق صح. يعني لا تأتي مثلا مثل هذه الكلمة مثلا فافوريت فتقول فيفريت، لا، فافوريت تختلف لهجاتها لكن نطقها متقارب. ليف وليست لايف، لايف هذه تعني الحياة، فتعرف تميز ما بين الفرق ما بين الحياة. ولا هذه فافوريت تجدها مكتوبة فافوريت بهذا الشكل، وتجد أحيانا موجودة اليو، وهذه يعني بالبريطاني والأمريكي. هذا لا يقلقك، بس ركز على النطق ونمي جميع المهارات. آخر نصيحة: اقرأ ثم اكتب ثم تحدث، ولا حاجة للسرعة. أعيد، واحد يقول انصحني بإيش أبدأ؟ ابدأ اقرأ، أول شيء اقرأ، خذ الحروف والكلمات كار بوك، ثم اكتبها، ثم تحدث. هكذا التدريب: اقرأ ثم اكتب ثم تحدث. ولا داعي للسرعة، لا تحاول أن تستعجل نفسك إنك تتحدث بسرعة أو كل لغتك سريعة، تحدث ببطء. My name is Tom. I am a student. I like music. I don't like sport. I am married. Or I am not married. ما زال طالب، ما بيش داعي نزوجه. I have three brothers. I don't have sisters. بشويش بهدوء واعرف كيف تكون جملك وزي الفل. أتمنى تكون النصائح فادتك، وإن شاء الله إذا عندكم أي استفسار أخرى اكتبوا لي في التعليقات، وإن شاء الله أخدمكم من عيوني. شكرا جزيلا لكم. Good luck. حظا موفقا. And see you soon. أراكم قريبا مع سلامة الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة الجديدة التي قمت بدمج دروسي كامل فيها. مع سلامة الله.